السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب جميع يكون دايما بخير. عاوز الناس كلها تركز معايا. الامتحان بتاعنا هنحتاج فيه 4 ورقات، يبقى أنا دلوقتي هظبط معايا 4 ورقات أكتب عليه كل بياناتي، الاسم، التاريخ، اسم المادة، اسم الجامعة، وأي بيانات أخرى ممكن تفيدنا عشان درجاتك. طيب، وبعد ما أحضر ال4 ورقات وأكتب عليهم بياناتي الـ4، يعني كل ورقة منفصلة أكتب عليها كل بياناتي، إن شاء الله مش هنحتاج أكتر من 4 ورقات في الامتحان بتاعنا. هنيجي نشوف مع بعض الامتحان. في البداية كده امتحان الهيستوري بيتكون من ورقتين، تمام يا شباب؟ هلاقي إن الورقة الأولى فيها كويتشن نمبر 1 الجزئية اللي فيه A، وبعد كده الورقة التانية كويتشن برضه نمبر 1 بس B، وبعد كده الورقة التالتة كويتشن نمبر 2 A، بعد كده الورقة الرابعة كويتشن نمبر 2 بي. تمام كده يا جماعة؟ يبقى كل جزئية في الامتحان ليها ورقة، يبقى عدد الورق في الإجمالي 4 ورقات. طبعا البيانات مكتوبة عندي فوق اهيت لو أنا عاوز أراجع البيانات بتاعتي، تمام؟ بالإضافة إلى إيه؟ إلى اسمي. طيب، طبعا الامتحان بتاعنا أوبن بوك، يعني أقدر أستعين بأي ريفرنس معايا، سواء كان كتاب أو أي نوتس أنا استعملتها قبل كده اهوت. طيب، الورقة الأولانية هعمل فيها إيه؟ هبدأ أعمل مقارنة ما بين الرومانسكي والكوتي. أنا حاطط لك إن اهوت إن في عندي مجموعة بيزا بالنسبة للرومانسكي، وفي عندي بالنسبة للكوتي كاتدرائية نوتردام. يبقى أنا دلوقتي بعمل مقارنة ما بين الفكر الرومانسكي، تمام، بحيث العناصر المعمارية اللي استعملت، الفكر المعماري، شكل الوجه هيبقى عامل إزاي، المساكن الفوقية كانت شكلها عامل إزاي، النظام الإنشائي المبتكر بالنسبة لهم كان عامل إزاي. نفس الكلام من الناحية التانية، تمام؟ يعني انت شوف كده ايه النقاط اللي ممكن استعملها عشان اعمل مقارنه ما بين رومانسكو وكوتي. وانا شغال في المقارنه هستعين بفكر تطبيقي كنموذج معماري، يعني هو هختار مجموعه بيزا، تمام كده، وان هو هختار كنيسه نوتردام او كاتدرائيه نوتردام. طبعا مجموعه السكتشات الموجوده معايا ديت ها سكتشات استرشاديه، يعني انت عاوز تستعين بيها مفيش مشكله، شايف ان عندك في سكتشات في الريفرنس بتاعك او في الكتاب اللي انت كمرجع عليك، انت شايف ان هتستعمل سكتشات افضل من كده، ما عنديش مشكله. طبعا السكتشات انا هشتمها مانيوال واطلع منها اشوم واشرح زي ما كنا بنعمل بالظبط في الايه، في الحاجات اللي كنا بنعملها كل اسبوع تبعتها لي، تمام كده يا جماعه؟ فالسكتشات دي سكتشات استرشاديه، عاوز تستعملها اوكي، مش عاوز تستعملها مفيش اي مشكله. المهم ان احنا نعمل مقارنه من خلال الرسومات السكتشات، وهشرح عليها ما بين الرومانسكي والكوتي. الرومانسكي هختار فيه مجموعه بيزا، والكوتي هختار فيه كاتدرائيه نوتردام. طبعا بيزا موجوده في ايطاليا، وكاتدرائيه نوتردام موجوده عندي في فرنسا. الورقه الثانيه، تمام، بعد ما اكتب برضو عليها كل بياناتي هرسم فيها 4 سكتشات اللي احنا شايفينهم قدامنا دول. سكتشين فيهم واجهات، تمام كده، اللقطه هي فيها 3 دي، وسكتشين تانيين فيهم ايه، بلانس. طيب، يبقى السكتشين اللي فيهم الواجهات والبلانس بعد ما هرسمهم، بعد ما اعمل رسمه، تمام، سكتش مبسط ليها، هبدا ان انا بقى اجاوب على السؤال. هقول دوت بينتمي لفكر ايه. اوكي، احنا درسنا الافكار او الستايل، تمام، قلنا ان في فكر ممكن يكون نابع من فجر المسيحيه، وفي كنيسه تانية الستايل بتاعها نابع من البيزنطي، تمام، وفي كنيسه ثالثه نابع من الرومانسكو، في كنيسه رابعه نابع من القوطي، وكنيسة خامسة، تمام، شكلها الفكر بتاعها نابع من عصر النهضة، وكنيسة ستة ممكن تكون نابعة من الباروك. فأنا هبص دلوقتي على كل واحدة فيهم وأكتب تحتها ده بينتمي لأنهي فكر من الأفكار اللي احنا درسناها، وممكن كلهم يكونوا بينتموا لفكر واحد، يعني مش شرط كل واحدة من فكر منفصل، يعني ممكن واحد يقول لي أرسم ال4 سكتشات وكلهم بينتموا مثلا سي للباروك أو رومانسكي أو الكوتي أو غيره، أنت حر في إيه؟ هتكتب تحتها إيه؟ وبعد ما هكتب تحتها ده بينتمي لفكر إيه؟ يا شباب هبدأ كمان إن أنا أعمل إيه؟ أول السبب، يعني سيف الواجهه لو انا اخترتها مثلا فجر مسيحيه، اقول ليه فجر مسيحيه؟ في ايه في الابراج؟ في ايه في الفتحات؟ في ايه في الابواب؟ ها؟ انت اللي تقول لي ملامح الفكر بتاعك، ليه انت قلت ان ده كذا؟ نفس الكلام هنا ونفس الكلام المساقط الافقيه، تمام؟ بعد ما تختار بينتمي لايه هتبرر لي، هتقول لي ايه الاسباب. يبقى ده في الورقه رقم 2. في الورقه رقم 3 بعد ما هكتب بياناتي عليها، هبدأ إن أنا أعمل مقارنة بين فجر المسيحية والبيزنطي، وأختار من فجر المسيحية كنيسة مشهورة، تمام، اللي هي سانت إجنيس، وفي عندي إن هو في البيزنطي هختار كنيسة مشهورة، تمام، اللي هو سانت سيرجيوس. طبعا دي موجودة عندي في إيطاليا، ودي موجودة عندي في تركيا، والرسومات اللي أنا حطيتها ديت والصور رسومات وصور استرشادية،
تمام، يعني كانها مش موجوده، انت عاوز تستعملها اوكي، ده انا بفكرك بيها، انت مش عاوز تستعملها وعندك حاجات افضل ما فيش مشكله، تمام. هنجاوب بنفس اللي احنا كنا بنعمله قبل كده اهوت، هنرسم مجموعه سكتشات واطلع عليها اسهم واشرح عشان يبقى عندي في عنصر مقارنه بين الاثنين. طبعا في عناصر هثبتها المقارنه، عاوز تتكلم على مبنى البنى، عاوز تتكلم على الفكره التصميميه، ها عاوز تتكلم على اصل الفكره، عاوز تتكلم على المعالجات، تمام، عاوز تتكلم على التتابع الفراغي، هخش الاقي ايه وبعد كده هوصل لحد فين، يعني صاحب القرار في العناصر اللي انت هتختارها عشان تقارن ايه، تقارن بيها، عاوز تقارن من حيث الالوان، الماتيريال، الزخارف، حاجات كتير ممكن نعمل مقارنه بين الايه الفكرين سواء فجر المسيحيه او البيزنطي. الورقه الرابعه والاخيره برضو هكتب عليها بياناتي كامله، وهبدا ان انا هشتغل على كنيستين جوه مصر كنا شرحناهم، اللي هي الكنيسه المعلقه وكنيسه ماري جرجس، وكاني بعمل مقارنه ما بين الفكرين. يعني انا ممكن اتكلم عن كنيسه معلقه الفكر، ها اللي اتبنى بيه الكنيسه شكله عامل ازاي، نفس الكلام كنيسه ماري جرجس، ماتيريال المستعمل ايه، زخارف، الالوان، حاجات كتير ممكن اتكلم عليها، تمام، في الكنائس في مصر، ومن حيث الفكره التصميميه، تمام، كاني بعمل مقارنه بين الكنيسه المعلقه وكنيسه ماري جرجس. طبعا السكتشات برضو اللي انا حاططها لك ديت سكتشات استرشاديه، يعني انت عاوز تستعملها ماشي، عاوز تستعمل بعضها اوكي، مش عاوز تستعملها خالص وعندك حاجات افضل انا ما عنديش مشكله، تمام، بس هنجاوب من حيث السكتشات، هنرسم سكتشات نطلع عليها اسهم ونشرح زي ما كنا بنعمل كل مره في الايه في الحاجات اللي بتقدموها لي. طبعا في جزئيه اخيره هجاوب عليها مكتوبه تحت، انت استفدت ايه من كل كنيسه انت شرحتها، سواء كنيسه ماري جرجس، سواء كنيسه ماري جرجس او كنيسه معلقه، استفدت ايه، استفدت حاجه لها علاقه بالتصميم البيئي، الفكره البيئيه اللي هي environmental design، استفدت حاجه لها علاقه بال structure system، استفدت حاجه لها علاقه ب material جديد انت عرفته، ها فكره تصميميه عرفتها، انت استفدت ايه من كنيسه، من دراستك للكنيسه سواء الكنيسه المعلقه او كنيسه ماري جرجس. وبعدها هتقول لي استفدت ايه من الكورس بشكل عام بقى، تمام، فده اجابه عامه بتختلف من واحد للتاني، استفدت ايه من الكورس من ساعه ما بدانا لحد ما انتهينا، تمام، في نقاط كده ورا بعضها استفدت ايه. بدي الورقه الاخيره من اصل 4 ورقات يا شباب، بمنتهى البساطه هجيب 4 ورقات، كل ورقه هتبقى جزئيه في السؤال، مش هزود عن 4، اي حد هزود عن 4 هعتبر ان هو يعني ايه الورقه اللي بعد كده مش هتحسب، مش هتتحسب. ال4 ورقات زي ما احنا قلنا كده اهوت، هجاوب عليها بمنتهى البساطه، هرسم مجموعه سكتشات واطلع عليها اسهم واشرح عليها في صوره مقارنه، او بقول ايه انواع او ملامح الفكر اللي احنا اتكلمنا عليه، تمام كده يا شباب. ان شاء الله الامتحان مدته ساعتين، الامتحان اوبن بوك، باذن الله بعد ما اخلص الامتحان قدام نص ساعه، تمام، هنقدم فيها الاجابات على الاكونت بتاعي. شكرا لكم يا شباب، واشوفكم دايما بخير، دكتور كمال الجبلاوي.